هل يشترط في صلاة الغائب إذن ولي الأمر؟ لا، ما يشترط صلاة الغائب إذن ولي الأمر. فإذا أردت تصلي على غائب تصلي، إن صلى والناس عليه تصلي معهم، وإن صليت وحدك عليه ما في بأس. لكن بعض الإخوان يصلي على الميت وهو في البلد، الميت في البلد، هذه ما هي بصلاة غائب. صلاة الغائب على البعيد، على البعيد اللي دونه مسافة بعيدة، أما اللي في البلد هذا حاضر ما هو بغائب. فإذا تمكنت تذهب وتصلي عليه على جنازته أو تصلي على قبره هذا طيب، أما أنك تصلي عليه صلاة غائب هذا غير مشروع. نعم.